مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله ويانا في هذه التغطية الخاصة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. طبعا مشاهدينا، عروض جميلة تشهدها اليوم مدينة كلباء في هذه المسرحيات القصيرة المميزة. أحب في بداية طبعا أني أمسي عليكم بالخير في بداية هذه الانطلاقة المميزة. طبعا مشاهدينا، اليوم مدينة كلباء وعلى خشبة المسرح الثقافي لمدينة كلباء ستكون هناك عروض مميزة وعروض كذلك مهمة وهادفة على هذه الخشبة. بالتأكيد مشاهدينا راح نكون مستمرين معاكم في هذه التغطية طبعا على مدار 5 أيام. ومشاهدينا راح نبدأ أولى فقرات حلقاتنا بطبعا عروض مميزة شهدتها هذه الدورة، وكانت مشاهدينا عبارة عن 20 عرض تألقوا على خشبة هذه المسرح. والآن كذلك هناك تكريم إلى الفائزين اللي كانوا حاضرين على هذه الخشبة. طبعا مشاهدينا، جميع الحاضرين اليوم أو جميع المشاركين في هذه الدورة تألقوا في هذه الدورة ليصلوا إلى خشبة المسرح ويعرضوا أكيد إنجازاتهم. قناة الشرقية مشاهدينا حاضرة معاهم لنقل هذه العروض المميزة وهذه التغطية اللي راح نشهدها معاكم. مشاهدينا، 20 عرض تنافسوا أمام لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان، اختير منها 10 عروض لطبعا هذه العروض المميزة على خشبة مسرح مدينة كلباء. راح نعرض لكم مشاهدينا بعض التقارير التي تخص هذه المسرحيات أو هذه العروض القصيرة أو الموجزة. راح يكون طبعا مشاهدينا معانا ضيوف راح يعرفون كذلك عن هذا المهرجان وعن هذه الفعاليات الموجودة، وكذلك مشاهدينا المخرجين الذين شاركوا بهذه الأعمال المهمة. راح نشوف مشاهدينا معكم هذا التقرير الخاص بالمهرجان وكذلك العروض الموجودة. خلكم ويانا مشاهدينا في هذا التقرير. مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يعود للواجهة من جديد من خلال 5 أيام فنية خالصة، تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر وتستمر لغاية الأحد الموافق 30 سبتمبر المقبل في المركز الثقافي بكلباء، والتي تنظمها إدارة المسرح في دائرة الثقافة. دعما للحراك المسرحي وبناء جيل صاعد من الموهوبين في مجال الفن وأساسياته، سبق هذا المهرجان ورشا تدريبية لصقل القدرات التي يمتلكها المشاركون في المهرجان في دورته السابعة بمشاركة عدد من الشباب المستهدفين. تضمنت التدريبات في العمل على الخيال والتخيل والذاكرة، كما ركزت على الابتكار الخلاق وتقديم المقترحات التي تجعل من الممثل مبدعا وصاحب رؤية وقادرا على التأقلم مع جميع المستجدات خلال العروض المسرحية. اختتمت لجنة مشاهدة العروض أعمالها باعتمادها ل10 عروض توزعت على 5 أيام بواقع عرضين ل3 عروض يوميا. سيتم عرض مسرحيتي الطاعون عن نص حال الطوارئ للمخرج سعيد الهرش ومسرحية في العربة للمخرج يوسف المغني في اليوم الأول، بينما سيعرض في اليوم الثاني 3 عروض مسرحية وهي الصورة لمخرجها دينا بدر ومسرحية حال الطوارئ للمخرج محمد الحنطوبي، ويختتم اليوم بمسرحية صديق للمخرج محمد الحاجي. يتضمن اليوم الثالث مسرحية ناس في الريح وروميو وجولييت للمخرجين علي بيشو وشمس النقبي. وبالنسبة ليوم السبت الموافق 29 سبتمبر سيتم عرض آخر 3 مسرحيات وهي شيلوك والعاصفة والأعمى والمقعد ورأس المملوك الجابر لكل من رامي مجدي وأمن النقبي والمخرج أحمد عبد الله راشد. طبعا
طبعا مشاهدينا مثل ما شفنا معاكم هذا التقرير، كانت هذه عبارة عن بعض الكواليس إلى طبعا المسرح أو المسرحيات التي كانت مقدمة على هذه الخشبة. بالتأكيد مشاهدينا اليوم يشهد مسرح مدينة كلباء جمهور كبير وجمهور غفير اللي يحبون المسرحيات وكذلك اللي مهتمين بهذه الأمور. مشاهدينا راح نطلع معاكم الآن إلى فاصل قصير ونرجع من بعد نتواصل، خليكم معنا. المناعي معلمه الأول في المسرح، فأول مشاركة له في أيام الشارقة المسرحية كانت عام 2002 كعضو في الطاقم الإداري لمسرحية لوخاس الملح التي أخرجها المناعي، وفي العام التالي شارك في الأيام كمساعد مخرج في مسرحية الجياد للمخرج نفسه. من الشخصيات التي أثرت في تجربتي المسرحية القامة المسرحية الكبيرة الفنان عبد الله المناعي. طبعا عبد الله المناعي هو صاحب فضل كبير علي أنا شخصيا في تجربتي المسرحية في مجال الإخراج. طبعا أنا تتلمذت على فنانين كثيرين في دولة الإمارات أو في الوطن العربي أو حتى عالميين، ولكن عبد الله المناعي له وقع خاص عندي، وخصوصا عندما التقيت فيه أول مرة. طبعا كنا مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة. والآن حضورنا الكريم، نستعد لاستقبال عرض الافتتاح وهو بعنوان الطاعون عن مسرحية حالة الطوارئ للكاتب الفرنسي ألبير كامو، والعرض من إخراج الفنان سعيد الهرش. فرجة ممتعة ومفيدة للجميع. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، مستمرين معاكم في هذه التغطية الخاصة والمميزة، وللحديث أكثر عن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يسعدنا كذلك أن نرحب بالضيفة شيخة البحرين عضو في لجنة التنظيم. حياك الله ويانا أستاذة شيخة. يا مرحبا. في البداية مبارك لكم هذا التنظيم المميز وهذا المهرجان اللي كذلك ما شاء الله يعني شفنا في أول يوم هناك حضور كبير في هذا المهرجان. جزاك الله خير، شكرا لكم. يعطيكم العافية. أستاذة شيخة، لو تحدثنا في البداية عن تحضيراتكم لهذا المهرجان كيف كانت؟ طبعا كالعادة ولله الحمد دائما يكون التحضيرات سابقة، يعني قبلها إن شاء الله يكون بثلاث شهور تقريبا يتم التواصل مع المؤسسات، مع يتم عمل ورشات لجميع المشاركين اللي حابين يشاركون. ولله الحمد كان هالسنة المشاركة قوية والأعداد كانت كبيرة، شارك معانا في البداية تقريبا 20 عمل مسرحي اللي صعد منهم 10 أعمال ولله الحمد. جميل. كذلك لو تكلمنا عن الجديد اللي انضاف لهذه الدورة، طبعا مثل ما عرفنا هذه الدورة السابعة، فأكيد هناك تحضيرات كانت مختلفة عن الدورات السابقة، وأكيد هناك أشياء جديدة انضافت إلى هذه الدورة. هو عامة في كل مهرجان يكون في عندنا إضافات جديدة، يكون عندنا ضيوف جدد، يكون لجان التحكيم تكون دائما متجددة، يكون حتى الورش التي تعمل تكون دائما متجددة، وذلك لإثراء العمل المسرحي بشكل عام للناشئين اللي حابين يقدمون في العروض عندنا للمشاركة. جميل جدا. كذلك لو تكلمنا عن العروض الموجودة، كيف كانت هذه العروض؟ كيف تم انتقاء هذه العروض؟ تم انتقاء العروض من قبل لجنة قيمتها، واللجنة كانت اختارتها دائرة الثقافة إدارة المسرح في على بنود معينة، ولله الحمد يعني أكيد يتم انتقائهم وكلهم يعتبرون جدد يعني في هالمجال. الغالبية العروض ما يكونوا جديد، حتى تلاقي مثلا في طلبة شاركوا معانا، وطبعا الأفضلية للمجموعة اللي طلبة شاركوا معاكم. على يعني كيف كانت مشاركة الطلبة؟ الطلبة طبعا
قبل المهرجان بفترة قلت لك احنا استعداداتنا كانت قبل تقريبا بشهرين او ثلاث شهور، تم التواصل معهم عن طريق اعلاناتنا اللي كنا نسوي سواء عن طريق مواقع التواصل، عن طريق المدارس، عن طريق طلبة كانوا موجودين معانا في المسرح المدرسي سابقا وعندهم الرغبة في المشاركة، شاركوا في البداية في الورش التي قدمناها وبعدها كان لهم رغبة ان يكونوا اخراجوا فيه. راح تشوف مثلا هالسنة في مجموعة طلبة يمكن ما تتوقع منهم انهم طلعوا مخرجين، يعني بعدهم على مقاعد الدراسة. طلبة مدارس كانوا بالضبط. وحاليا صاروا مخرجين. هي بالضبط طلبة مدارس مخرجين وممثلين بتلاقيهم موجودين. ما شاء الله هذه فرصة يعني جدا مميزة جدا كبيرة. يمكن البعض يقول انه يعني ايام قليلة اللي هي مهرجان كلبان المسرحيات القصيرة، وكذلك المسرحيات مثل ما نقول انها فعلا قصيرة، ففرصة جميلة ان هؤلاء الطلبة يطلعون مواهبهم في هذه المسرحيات. هذه نتاجات او تراكمات سنوات يعني بدات فيها اداره المسرح من المسرح المدرسي، وتلاقيهم الحين ارتقوا ووصلوا للمسرحيات القصيره. جميل جدا. كذلك لو حبينا نتكلم عن الحضور اليوم، ما شاء الله شفنا الحضور كان حضور جدا كبير. هل كنتم متوقعين هذا الحضور؟ هو ولله الحمد احنا كنا دائما توقعاتنا على قد مجهودك انت تتوقع يعني مثلا يكون الافضل سنه عن سنه، وبعدين تلاقي ولله الحمد الناس خلاص يعني مثل صارت ثقافتهم انه حابين يشوفون الجديد، حابين يطلعون على الجديد، ولولا اهتماماتهم ولولا ان الناس خلاص الحمد لله صاروا حابين يعني مثل هالمهرجانات اللي تكون عندنا في المنطقه الشرقيه، فتلاقي لا دائما يعني ينتظرون مثل هالامور بشغف. جميل. دائما المهرجانات الناجحة أو الفعاليات الناجحة تكون لها أصداء مميزة، فكيف كان صدى هذا المهرجان؟ حتى سواء تكلمنا عن هذه الدورة الدورات السابقة، كيف هي الأصداء عن هذه المهرجانات؟ هو الحمد لله مثل ما أنت قلت أن الجمهور كان غفير، فأكيد أن الصدى كان ولله الحمد جميل وإن شاء الله ورائع. بتشوف إن شاء الله خلال الأيام القادمة، اليوم الافتتاح ونتأمل يكون أفضل وأكثر إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله. جميل جدا. طبعا المهرجان مستمر لأيام طبعا جاية، راح تكون هناك عروض مميزة، وكذلك إحنا داخلين على عطلة نهاية الأسبوع، فأكيد أن يعني هناك استعدادات كانت ضخمة وكانت جدا يعني عالية المستوى. فلو تكلمنا كذلك عن يعني هل هناك كانت في صعوبات واجهتكم في التحضير لهذا المهرجان؟ هو صعوبات خص مثلا نتكلم عن العمل الموجود داخل المسرح. هو التحدي في فريق العمل بتلاقيه دائما في كل مكان، وكل ما التحدي كان قوي بتلاقي يعني يظهر لك النجاحات تكون افضل واقوى. فالحمد لله يعني كل هالجمهور اللي حضر، كل هالصدى اللي تلاقي نشوفه واسع ولله الحمد على مستوى الدولة مو بس المنطقة الشرقية، هذا كافي ان انت تشعر بفخر انك انت انجزت عمل وطلعت بمهرجان ولله الحمد. جميل. قوي. جميل. طبعا حاليا احنا قاعدين نشوف اول مسرحية عرضت اللي هي مسرحية للمخرج سعيد الهرش، مثل ما نشوف هذه المسرحية مسرحية الطاعون. مسرحية الطاعون. جميل جدا. هذه أول مسرحية عرضت. هذا أول عرض راح ينعرض الافتتاح، يلي عرض ثاني للمخرج يوسف المغني مسرحية في العربة. ما شاء الله مثل ما نشوف انه يعني الجمهور قاعدين يصورون وقاعدين يشوفون هذه العروض المميزة. هذا مثل ما نقول انه حاليا افتتاحية المسرحية. افتتاحية المهرجان بالضبط. جميل جدا. صدى الصراحة اصداء جميلة نلاحظها على الشاشة، نشوف شاشات تليفونات مشاهدينا طبعا اللي قاعد يصور هذه العروض، لانها عروض فعلا يمكن تكون هادفة ومميزة كذلك. ان شاء الله نتمنى. جميل جدا. يعطيهم العافية على هذه الجهود الجبارة. كم عدد المسرحيات اللي تكون معروضة في اليوم؟ اليوم إن شاء الله بيكون في عندنا عرضين مسرحيين، باقي الأيام تتراوح بين ثلاث عروض مسرحية بالإضافة إلى عرضين. طبعا قلت لك لأن العدد كان اللي متقدم في المهرجان لأول مرة يكون عدد كبير، لأول مرة يكون إنه في ثلاث عروض في المهرجان تقدم يعني خلال مهرجان كلب المسرحيات القصيرة. جميل جدا. كذلك حابين نتعرف على الندوات أو الورش التي أقيمت على هامش هذا المهرجان، لو تكلمنا عنها. طبعا بيكون على هامش المهرجان في عندنا ملتقيات
وبيكون عندنا إن شاء الله ملتقى فكري بالإضافة لملتقى فكري وسهرة وإن شاء الله والمزيد إن شاء الله من الفعاليات والأنشطة المصاحبة. يعني جمهور المنطقة الشرقية توعدونهم بمواهب جديدة راح يشوفونها على هذا المسرح إن شاء الله؟ أكيد إن شاء الله بإذن واحد عد راح تشوف مواهب جديدة، راح تشوف وجوه جديدة إن شاء الله، يعني نتأمل إنه يكون يطلعون بأفضل صورة إن شاء الله، وطبعا هذا يكون فخر وإنجاز لإدارة المسرح بأنها طلعت مثل هذه الفئة من المسرح المدرسي إلى مهرجان المسرحيات القصيرة. ولا ننسى أنهم قاعدين يقدمون أعمال ونصوص لكتاب عالميين. صحيح فعلا، فهذا بحد ذاته شيء قوي يعتبر. جميل جدا. طبعا أستاذة شيخة يعطيك ألف عافية ومشكورة طبعا على هذه المعلومات اللي أعطيتنا إياها، ويعطيكم العافية كذلك على هذا التنظيم الجميل ومميز. وبالتأكيد مشاهدينا احنا عندنا عروض يعني جدا جميلة راح نحاول أن نغطيها معاكم في هذه التغطية. راح نشوف مشاهدينا هذا العرض الموجود حاليا على المسرح ونرجع لكم. ربنا يا لهم الرب العظيم الجبار، 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 ربنا يا لهم الرب العظيم الجبار. Nothing but the base for you to Rabbana ya 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 Rabbana تجدف يا نادى، أنت منذ مدة تبيح لنفسك بالتطاول على السماء. أترانا أيها القاضي قد ألمحت إلى السماء في كلامي؟ إنني على كل حال أقرها على جميع ما تفعل هذا حكمي. إنهم الإباحيون الذين على شاكلتك، أولئك الذين يجلبون علينا الإنذارات السماوية لأنها بالواقع لعنات علينا والعياذ بالله، موجهة للذين فسدت قلوبهم وانصابوا بها الجميع. ادعوا ربك رب السماوات والأرض
أن ينقيك ويكفر خطاياك وذنوبك. قلت ادعو ربك. دعوت في قلبي. ادفو على رقبتيك. ماذا؟ ادفو على رقبتيك. لا تكابر يا بني. فابليس قبلك أبى واستكبر، فلعنه الله والملائكة. هيا هيا لتكون لك خشية من السماء وادفو على ركبتي. الجثو لا أستطيبه لأن أما الخشية التي تريدها أن تتلبسني فلم تعد دعوة إليها تفاجئني، فأنا أصبحت على علم بكل الذي ينبغي لي أن أخشاه، وأسوأ ما أخشاه هو مواعظك الأخلاقية. ألا تعتقد شيئاً آخر أيها التعيس؟ أعتقد بأي شيء في هذا العالم اللهم إلا النبيذ. أستغفر الله. نبيذ. أستغفر الله. نبيذ. أستغفر الله. نبيذ. أستغفر الله. نبيذ. نبيذ. فكه. اغفر له يا إلهي. آمين. إنه لا يعي ولا يعلم ما يقول. آمين. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا. آمين. إلا يغفر. اذهب. اذهب إلى الجحيم. اذهب. اذهب. دييغو صديقي، دييغو إلي بزجاجة احتفاء بالمذنب، ثم قص علي بمغامراتك الغرامية. سوف أتزوج من إذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم في هذه التغطية وهذه المسرحيات الجميلة. أكيد مشاهدينا طبعا كانت لنا أو لقناة الشرقية دور في نقل هذه العروض من داخل أيضا خشبة المسرح. راح نروح معاكم الآن إلى زميلنا وديع يوصف لنا الأجواء الموجودة داخل المسرح. مساك بالخير زميلي وديع. مساك الله بالنور زميلي محمد. طبعا متواجدين نحن في أجواء المركز الثقافي في مدينة كلباء اللي يحتضن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. طبعا هذا المهرجان يتم فيه 10 عروض يتم فيه عروضها، وبيكون معنا الفنان القدير هامي بكار ممثل ومخرج مسرحي. حياك الله أستاذ هامي بكار. مساء الخير، حياكم الله والسلام عليكم، يسعد مساكم بكل خير يا رب. أستاذ هامي، ما رأيك بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة؟ مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بالحقيقة أنا بعتبره أيقونة من أيقونات النهضة المسرحية الحقيقية فعلا في إمارة الشارقة، اللي هي بالفترة الأخيرة يعني عم تخلق نوع من التراكم المسرحي والثقافي عند الجمهور وعند الممثلين والمخرجين وكل المهتمين بالثقافة المسرحية والفنية والأدبية. هذا التراكم اللي عم بيحول فعلا إمارة الشارقة لمنارة ثقافية تضيء المنطقة ثقافة وأدبا، وطبعا يعني هذا الجمال المسرحي وهذا الإبداع المسرحي كله بفضل الله يطول بعمره سمو الشيخ سلطان راعي الحركة المسرحية والثقافية وداعم المسرح والمسرحيين والمثقفين والأدباء. فمهرجان جميل جدا فعلا، هو أيقونة وصار اسم على مستوى الوطن العربي وقريبا عالميا. يعني بلش هذا المهرجان بهي الدورة طبعا المتميزة جدا، المتميزة عن سابقاتها من الدورات، بلش يصير فعلا يعني موضوع مسرحي، وخاصة بالمشهد الثقافي المسرحي بالوطن العربي، ليس فقط في الخليج أو في الإمارات، في كل الوطن العربي وإلى العالمية إن شاء الله في المستقبل. أستاذ هامي، نفس ما نعرف أن مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة وصل في دورته السابعة، ما يميز مهرجان كلباء في دورته السابعة عن الدورات السابقة؟ طبعا المهرجان بالدورة السابعة هو دورة عن دورة، مثل ما قلت لك في هذا التراكم اللي عم بيتراكم سنة ورا سنة. طبعا خصوصية هذا المهرجان وجمالية هذا المهرجان هو بالورش والورشات العمل اللي بتصير بشكل أكاديمي بحت، يعني بشكل أكاديمي. طبعا هذا المهرجان بيستقطب كثير من الأساتذة الكبار وأعمدة المسرح بالوطن العربي وبالعالم. الورشات اللي بتصير هاي السنة تحديدا أو بهي ميزة هاي الدورة كان في كثافة بالورش التعليمية، كان في تعدد بالمستويات الثقافية المسرحية بكل عناصر العرض المسرحي، كسينوغرافيا وإخراج وتمثيل وحتى الدراماتورجيا والتأليف. فكل سنة عن سنة في تطور ملحوظ جدا، في إقبال. يعني السنة ما شاء الله في 20 مسرحية أو أكثر من 20 مخرج ومخرجة، والتميزت فيها الدورة تحديدا كمان هو اختلاف الفئات العمرية.
يعني في ممكن مخرجة كانت مشاركة عمرها 12 سنة، هذا إنجاز يعني، هذا أو سابقة هي على مستوى ليس فقط الوطن العربي، على مستوى العالم يكون في مخرجة عمرها 12 سنة وبالمقابل في مخرجين كبار محترفين. جمالية هذا المهرجان هو التنوع، بضم محترفين هواة أشباه محترفين إلى ما هنالك، وكلهم إن شاء الله بالطريق إلى الاحتراف. طبعاً أستاذي نفس ما ذكرت أن في فئات شبابية مشاركة في المهرجان، إلى ماذا يهدف مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة؟ مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة مثل ما قلت لك يعني فعلاً هو أيقونة. جمال هذه الأيقونة هو خلق جيل مسرحي، خلق أنا بسميها وباء مسرحي، وباء مسرحي، وهذا الجميل بالمسرح. بغية بالمستقبل أن ينتشر هذا الوباء المسرحي ليعم المكان كاملا، فهذا الجيل عم ينقل هاي المعلومات للجيل اللي قبله واللي بعده، فهذا التراكم عم بيصير أكبر وأكبر إن شاء الله. تمام، يعطيك ألف عافية الفنان القدير ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لقناة الشرقية. إذا مشاهدينا ننتقل للاستديو مع الزميل محمد، لك الكلمة زميل محمد. يعطيك العافية يا وديع، وأتمنى لك طبعا جولة مميزة وممتعة في أرجاء مسرح كلباء لمشاهدة هذه العروض. طبعا مشاهدينا احنا مستمرين معاكم في هذه التغطية، ولكن راح نطلع معاكم لفاصل قصير ونرجع من بعد نتواصل، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وما زلنا مستمرين معاكم في هذه التغطية. طبعا مشاهدينا معنا الآن ضيف مميز من دولة الكويت. مشاهدينا راح نرحب معاكم في طبعا الكاتب أو الممثل المسرحي الكويتي الأستاذ عبد الله تركماني، حياك الله ويانا. الله يسلمك، الله يطول بعمرك. يا مرحبا. الله يخليك، مشكورين على الاستضافة الجميلة، و قاعد نستمتع في العروض، وإن شاء الله يعني يا رب تكون هذه الأيام تكون دائما في إطالة إن شاء الله للعروض إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. قبل ما ندخل لأجواء المهرجان، إيه؟ أول شيء نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وطمنا كيف الكويت وهل الكويت؟ والله حر، بس عندكم رطوبة زيادة عندكم يعني نفس الوضع. الحمد لله على كل حال، هذا كل شيء، هذا أحلى شيء فينا ترى. نتشابه في كل شيء، في الجو، في البيئة، صحيح، في الحياة، في حتى طباعنا وعاداتنا وتقاليدنا. الله لا يغير علينا. أكيد، يعطيكم ألف عافية. الله يخليك. في البداية راح نتكلم عن بداية هذا المهرجان أو مثل هذه المهرجانات. شو تعني هذه المهرجانات كطبعا إلى جمهور المحب لهذه المهرجانات؟ طبعا هو المهرجان هو يعني في طبعا وجهتين نظر مختلفين على المهرجان، انا بتكلم عن وجهة نظري. دائما انا اشوف ان المهرجان يعتبر نفس المختبر، يعني يصير فيه مثل اعداد لممثلين، لفنانين، لكتب، لكتاب عفوا، لمخرجين، لسينوغرافيين. طبعا هذيل الشباب اللي ميون عندنا في المختبر احنا قاعد نسوي عليهم مثل ما تسميه تدريبات، قاعد نوجههم توجيهات تكون سليمة على أساس اللي يدخلون في هذا الوسط الفني المسرحي عشان يثرون الحركة المسرحية الخليجية خاصة يعني، وبشكل عام العربية يعني مختلف. احنا قاعد نتعامل مع جميع فئات المجتمع اللي موجودة في دولة الإمارات العربية، اللي هو راح يكونون من أبناء البلد، يكونون ناس مقيمين مختلفين من جنسيات مختلفة. فبالنسبة لي أنا أتعامل مع المهرجان كمختبر يعني يعرض لك جميع الحالات اللي موجودة، يطلع لك ممثل قد يكون في يوم من الأيام نجم مسرحي، قد يكون نجم تلفزيوني، قد يكون مخرج في يوم من الأيام في قنوات من القنوات اللي موجودة في الإمارات. ف يعني يعتبر مخرجات لدماء جديدة شابة تكون موجودة، وهي المستقبل اللي احنا قاعد نعول عليه ان شاء الله في القادم بإذن الله يعني. جميل جدا. اليوم قاعدين نشوف المسرح الإماراتي بشكل خاص والمسرح الخليجي بشكل عام. في تطور كبير، شو سبب يعني، شو الجهود التي بذلت لهذا التطور؟ انا اعتقد السر في وجود شيخ سلطان بن محمد القاسمي، يعني هذا الشيء انا دائما اقول ان الشيخ دائما ايده بيضاء، يعني دائما داعم لهذا المسرح، وهذا الشيء احنا نفقده في دول خليجيه كافه، حتى ممكن دول عربيه، متبني القضيه المسرحيه وقاعد يشاركنا في كل لحظه من لحظاته، سواء بكلمه، سواء بلقاء، سواء حتى في توجيهات حتى تكون عن بعد.
فهذا الداعم الرئيسي طالما أنه موجود الله يطول بعمره ويحفظه، إحنا قاعد نتقدم في المسرح. وهذا الشيء يمكن ما أقول لك يغبطون أو يحسدون الدول العربية الإمارات، لا، الجميع يعني يتمنى يكون هذا الحراك المسرحي موجود، يتمنون أن يكون في هذا الزخم المسرحي. يعني ما شاء الله الموسم من يبتدي إلى أن ينتهي العام إلى الآن في حراك مسرحي متجدد، في وجود شابة جديدة قاعد نطالع هذا الاحتكاك الكبير اللي قاعد يصير بالدول العربية والخليجية. في الإمارات، الإمارات بدأت تصير هي رقم واحد في المسرح عربيا وليس خليجيا، نكون واقعيين. يعني هذا واقع لازم الكل يفهمه، أن المسرح راح يكون بداية جديدة، راح تنطلق من الشارقة، تنطلق من الإمارات العربية المتحدة، هذا حقيقة لازم الكل يسلم فيها. بالنسبة لي أنا أفخر، يعني لأن في الأخير إحنا يعني نصب كلنا في يعني خلينا نقول دائرة واحدة، طبعا قاعد نستفيد وقاعد نحتك، والشيء هذا إحنا قاعد نشوفه ونتلمسه، والحمد لله الله يعني لا يغير إن شاء الله عليكم. بالعكس أنا أتمنى من تطور إلى تطور، وأنا متأكد يعني خلال فترة بسيطة راح تكون الريادة للشارقة، للريادة للإمارات في هذا الشيء. جميل. وكذلك أيضا ما ننسى كذلك أنتم جهودكم كمسرحيين ما شاء الله بذلتوا جهود جدا جبارة على هذا المسرح. اليوم قاعدين نشوف يعني شباب يعني أوجه جديدة على المسرح، يرجع الفضل كذلك أيضا أنتم ما شاء الله يعني وقفتوا معاهم وساندتهم في هذه المسرحيات. هذا واجب، يعني إحنا عمرنا يعني ما بخل، يعني إحنا أساتذتنا ما بخلوا علينا في يوم من الأيام، وهي رسالة تنتقل من شخص إلى آخر، نفس الشمعة، نفس تقدر تسميها نفس اللي هي الألعاب الأولمبية. الألعاب الأولمبية في واحد يشيل الشعلة يوصلها للي بعده واللي بعده واللي بعده، وهذه سنة الحياة. صح. نفس الأبناء، ساعات أنت يعني تقول يعني ولدي راح يكبر بعدها، راح يجي الحفيد بعدها، وهذه سنة الحياة. فهذا واجب، يعني قاعد إحنا قاعد نوصل هذه الرسالة، قاعد نوصل هذا الشغف المسرحي للجيل القادم، وأنا أتأمل فيه كل خير يعني إن شاء الله. أكيد طبعاً. لو تكلمنا كذلك عن الورش التي تقام على هوامش المهرجانات، شو أهميتها؟ يعني شوف الورشة أعتقد أن هي مثل ما تسميها إعادة ترتيب العمل مرة ثانية. يعني ما يجيلك المسرحي ممكن عنده بعض المشكلات البسيطة ما يتلمسها بسبب عدم الخبرة، بسبب قلة التجربة، وهذا الشيء نتلمسه إحنا معاه في حالة التجربة. يعني عندنا في الورشة مثلا ورشة الإخراج، لما يجيك مخرج عنده تجربة أو تجربتين، فتي أنت تكمل هذه المسرحية بالنسبة له كصورة، قاعد تعامل معه أن تبين له مناطق الخطأ ومناطق الضعف وتقويها عنده. فالهدف من الورشة هو إصحاح أو تصحيح وتقويم الطريق اللي قاعد يمشي فيه المخرج والممثل والسينوغرافي كذلك. صحيح. فهدفها يعني نسميه إحنا إعادة جدولة اللي يقدم على خشبة المسرح. جميل. قاعدين نشوف حاليا هذه المسرحيات المعروضة، ما شاء الله يعني مسرحيات هادفة، تطور كبير يشهدها المسرح. صحيح. جمهور كبير محب لهذه المسرحيات. كيف يمكن للممثل أو الكاتب أو كذلك المخرج أن يدخل إلى ذائقة الجمهور العادي؟ المتفرج العادي، شوف المتفرج العادي طالما أنه هو قاعد يحضر مسرح إذن هو متقبل الحالة المسرحية. ساعات احنا نتكلم يعني في شيء وايد بسيط، شيء اساسي احنا قاعد نتكلم عنه في الاخراج عاده، ما يصير انت تروح تتكلم عن شيء لا يمس المجتمع. بمعنى يعني ما يصير انا اقدم لجمهور او خلينا نقول لمجتمع فقير اكلمه عن الهمبرجر، ما يصير. طبعا صحيح. لازم اكلمه عن ما هو يحتاجه اللي هو الجوع، الحاجه اللي هي موجوده، اكون على مستوى بالضبط. هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه. علشان كذي دائما احنا نحرص ونقول دائما للكتاب، نقول دائما للمخرجين، انطلق من المجتمع مالك احتياجه. ترى المسرح يعتبر منبر للجميع، يعتبر هو الصورة اللي تعكس حقيقة المجتمع، ولكن يعني بحكاية أو بقصة أو بشيء مرموز. بس بالأخير أنا قاعد أحرك مجتمع كامل لتوجه ثقافي أدبي، توجه سياسي معين. فالمسرح يعني قوة قد لا يعني يجهلها الكثير من الناس أو من المجتمع. فعلشان كذي إحنا نحرص ونوجه وننصح المسرحيين أن يا جماعة انطلقوا من مجتمعكم، شوفوا شنو الحاجة اللي أنت تحتاجونها، شنو التقويم اللي أنت تبون يعني تصلحونه لإعوجاج اللي موجود في المجتمع. صحيح فعلا. هذا مهم. فأنا أقول لك دائما اختيارنا إحنا يعني يكون
ملامس للمجتمع، ما نبي نختار شيء بعيد عن المجتمع. بس مرات يصير في حالة تجربة يعني معينة، تجربة تجريبية، مسرح معاصر، تبي تدخل في مسرح ممكن ما يلامس المجتمع، بس هذه حالة استثنائية قد تكون في بحث، في دراسة. بس أنا الأفضل، أنا أفضل أن يكون الجمهور يعني قريب من هذه التجربة، قريب من هذه المسرحية اللي تقدم، تلامس شعوره، وجدانه، فكرة، حياته. وهذا الهدف ترى من المسرح. جميل. الهدف من الإمتاع، الفرجة، التأثير والإفهام. جميل. عادة ما نسمع أن الصعوبة غالبا تكون على الكاتب، لأن الكاتب هو اللي أكثر شخص راح يوصل المعلومة، هو اللي حط الطريق. أيوة. هو اللي راح يوصل هالمعلومة. صح. للممثل. صحيح. الممثل المفروض أنه يكون يعني يوصل هذه الرسالة اللي الكاتب أو كلها له. فلو صحيح. تكلمنا أيضا عن هذا الموضوع. هو الكاتب يعني يعتبر هو السبب الرئيسي. يعني صحيح. في أحد الأشياء الرئيسية اللي دائما نقولها إحنا في المسرح، أن في أربع عناصر رئيسية عشان يصير في عرض مسرحي، اللي هو الكاتب. نعم. أو الفكرة. صحيح. أو النص نقدر نسميها. بعدين يجي الممثل اللي هو الأداة الوسيط بيننا وبين الجمهور. وثالث شيء المكان. المكان اللي هو ممكن خشبة مسرح، ممكن يكون شارع، ممكن يكون طريق، ممكن يكون سلالم، ممكن يكون غرفة، قاعة، أيا كان. رابع شيء مهم اللي هو المتفرج، عشان تكمل. صحيح. المسرحية، عشان يصير في فعلا مسرح. فالكاتب فعلا يعني يصير عليه كل الضغط، انه هو شلون يقدم تجربه ملامسه للمجتمع، مع ان في سلسله مسرح عالمي، في سلسله مسرح موجود يعني، في سلسله مسرحيات عربيه، في سلسله مسرحيات خليجيه مختلفه، ولكن هل هي تمس المجتمع؟ هل هي تحاكي الوضع اللي صاير في المجتمع؟ فالكاتب يطيح عليه وعلى عاتقه حمل ثقيل. صح. انه هو شلون يترجم ما يحدث من احداث في المسرح، وتي أنت تقدمه كمخرج عن طريق هذا الكلام، والترجمة كأفعال، والترجمة كمسرحية وإضاءة، والترجمة كذلك كحركة، والترجمة كممثل، كديكور، كهذه أمور صعبة جدا. حالة إبداعية عالية إحنا نسميها، يسمونها المعاناة الإبداعية عند المخرج، اللي هو أنه يبتدي عادي يتخيل ويتصور الأشياء اللي تحصل قدامه. عادة ما تلاقي الكاتب أيضا يعني قبل بدء المسرحية تلاقيه متشتت ويعني متوتر. خايف. متوتر، خايف طبعا. طبعا حق ترى أي فنان، حتى الممثل يعيش في هذه الحالة، يعيش في حالة التوتر، هل الجمهور بيتقبلني ولا. صحيح. لا، بس عاد كل واحد وهمه. أكيد. فهمتني. صحيح. يعني المخرج يحاتي العرض المسرحي ككل، الكاتب يحاتي الكلمة والمفهوم اللي راح يوصل للمجتمع. بالأخير المخرج يطيح عليه على عاتقه، لأنه هو يترجم. صحيح. وهو يروي ما يحصل على الورق، يروي قدام الجمهور، عاد يروي على التلفزيون، بالتلفزيون عن طريق الكاميرا، أو يروي عن طريق المسرح واللي احنا قاعد نشوفه الحين على خشبة المسرح. جميل جدا. كذلك اليوم نشوف المسرح العربي أو المسرح الخليجي بشكل عام، ما شاء الله يعني بدأ يتألق. صحيح. يعني في الماضي كان، بس يمكن يتفتر من الفترات، بدا يتصدر. استاذ. صحيح. نسميها يعني، خلينا نكون يعني، لا يعني وقت الثناء خلنا نثني. اكيد. فهمت قصدي؟ صحيح. هذا مهم. تمام، اكمل، انا قاطعتك. لا لا تفضل. بس إيه؟ يعني يمكن يتفتر من الفترات شفنا المسرح يعني بدا يتراجع. ولكن اليوم نشوف ما شاء الله هناك تألق بالمسرح. صحيح. نشوف الصغير قبل الكبير، يعني تلاقيه اول واحد حاضر المسرحيه، حاضر هذه العروض. فيرجع الدور لمنو هني؟ أنا أعتقد الحالة المسرحية، المجتمع بدأ يتغير، بدأ يتقبل. قبل ما كانوا يتقبلون مثلا، يصير في يعني في حكم العادات والتقاليد، هذا طبيعي يعني، ومرور الحياة وتجدد الأفكار والتعليم وتغير المناخ المحيط اللي موجود، ثقافة المجتمع البلد، فقاعد تتغير. قبل ما كان في نساء على المسرح، ما يرضون ان البنيه تصعد على المسرح. صحيح. الحين لا، صار الموضوع مفتوح ان المراه تصعد على المسرح، والحين صار عندنا مخرجات، عندنا. صحيح. يعني مخرجه، عندنا امنه النقبي موجوده عندها عرض، عندنا شمسه النقبي كذلك عندها عرض مسرحي. هذا شيء يعطيك دلاله ان احنا قاعد نتجه باتجاه جديد، بثقافه مختلفه، بدال لا يصير في مهرجان، صار في عده مهرجانات تلاحق بعضها. صح. وكل مهرجان لبيئة. الحين احنا في مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة، عندنا مهرجان الصحراوي، بعدين عندنا مهرجان الشارقة، عندنا مهرجان الخليجي الشيخ سلطان القاسمي. ففي زخم قاعد يصير، قاعد يحصل. هذا الزخم يجبرك غصبا عليك ان انت تحتك مع مخرجات اخرى ثانية من دول عربية، تحتك معاه، وطبيعي يصير عندك الريادة، لان المختبر مالك في تجدد.
فلا تحرم نفسك أنت من هذا الثناء اللي قاعد يحصل لك، أن أنت موجود كل الدعم من الإدارة، من الحكومة، من الفنانين، من الورش موجودين. يعني شنو اللي يخلي مثلا الفنان أحمد الجسمي والمخرج محمد العامري يكونون موجودين، غير أنه والله هذه حالة مسرحية صحية لما يشوفون هذيل الناس موجودين بالمقدمة وهم اللي قاعد يثنون وهم اللي قاعد يعملون هذا اللي هو خلينا نسميه الثناء، قاعد نسميه اللي هو الدعم اللي قاعد يصير المعنوي. هذا كله يترك أثر عند المسرحيين. اليوم احنا قاعد نكرم شخصية المهرجان اللي هو الفنان والمخرج فيصل الدرمكي، هذا شيء يحسب. ترى على فكرة وانا قاعد اسمع المحيطين اللي وراي، قاعد اسمع الشباب الصغار قاعد يقولوا لي انا بعد 10 سنين راح اكون مكان فيصل الدرمكي. ففي هذا الامل الكبير اللي هو اللي قاعد يحصل، هذا كله مستقبل ما نقدر احنا نفقده. الحين صار عندنا يعني صار في مسؤوليات أعلى علينا إحنا، أعمق صارت الأمور. قمنا نتكلم إذا كنا إحنا كمسرحيين نتجه إلى المسرح العالمي أو نتجه للندن عشان نشوف ثقافات، صدقني راح يصير العكس، راح يجون لندن يشوفوننا إحنا. صح فعلا، هذا الطموح، وبدينا تقريبا نشوف مثل هذه الأمور. طبعا وراح تشوفها مع مرور الوقت. أنا أقول لك خلال 5 سنوات إلى 6 سنوات القادمة، إذا استمرنا بهذا المجهود وبهذه الدائرة وبهذا الطموح وبهذا المجهود المشترك بين إحنا، بين الكويت وبين السعودية وبين الإمارات، ما راح نفقد هذا الشيء. بالعكس راح تشوفنا متطورين، راح تشوفنا في يوم من الأيام راح الناس تتعنى. صحيح، تتعنى لنا. الحين الدول العربية قاعدة تتعنى لنا، صح فعلا، فما بالك الحين الدول الأجنبية. وهذا راح يصير، أنا أقول لك يعني إن شاء الله يكون هذا الشيء بيني وبينك يعني للمستقبل، وراح أذكرك فيه أن بعد 5-6 سنوات القادمة راح تلقى هذا الاحتكاك العالمي يصير. وهذا هدف المسرحيين طبعاً، هدف المهتمين بالمسرح طبعاً، أن فعلا المسرح العربي والخليجي يوصل للعالمية. صحيح، وهذا اللي راح يصير بالمستقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. جميل. أستاذ عبد الله، لو نتكلم عن المسرح الإماراتي، المسرح الإماراتي خاصة هذه. أيوة، الحين دخلنا على الإمارات. هذا الشيء عاد أنا أقول لك إياه، أنا واحد من الناس كنت أتابع المسرح الإماراتي من زمان. أنا أول مسرحية شفتها كانت مسرحية رحلة حنظلة، الكلام في 1998-97، كان في مهرجان الكويت المسرحي، ما أدري أي دورة، الرابعة الثالثة شيء كذي. كان المسرحية فنانين 2 فقط، مع أن العرض مع أن النص يكون فيه تقريبا بحدود 15 شخصية، فكانوا ممثلين 2 اللي هو الأستاذ أحمد الجسمي والأستاذ سيف الغانم فقط. كانت مسرحية من أجمل مسرحيات عمري في حياتي حضرتها، كان أول مسرحية إماراتية أنا أشوفها. جميل. وشفت المسرحية وكنت جدا معجب بشكل، كان عمري يمكن 16-17 سنة. الأستاذ أحمد الجسمي والأستاذ سيف الغانم قدموا 15 شخصية على المسرح بتلوين، كتمثيل، كأداء، كتنقل، كخفة دم، شيء رائع. قلت أنا هذا بالأخير راح نشوف النتاج النهائي، وقاعد نشوف النتاج النهائي في الرحلات اللي قاعد تصير، التجدد اللي قاعد يصير. أنا ما أتذكر في حياتي إن كان في موسم مسرحي قاعد يصير، قاعد ينتقلون من إمارة إلى إمارة. اليوم قاعد أكلم فنان جمعة علي يقول لي أنا عندي عرض في أبوظبي، أنا قاعد أكلم عبد الله زيد قال هم أنا مع جمعة علي في عرض مسرحي صاير اليوم دزلي أخوي عبد العزيز واحد من الشباب، دزلي إنه هو كان عنده عرض مسرحي اليوم الصبح ساعة 10، وعندهم الأربعاء كذلك ساعة 10 صباحا في عرض مسرحي، وفي ساعة 5 حركة المسرحية ما شاء الله. ففي عمل دؤوب قاعد يصير في الإمارات. عشان كذي أرد أدلل على كلامي اللي أنا قلته في البداية، إحنا يعني الله يحفظكم يعني ما شاء الله بهذه القدرة، بهذا العدد القليل اللي موجود من مسرحيين أو موجودين كإدارة، ولكن في قدرة كاملة تماما على إدارة هذا الزخم المسرحي، هذه الحركة المسرحية اللي موجودة من ورش ومسرحيات وموسم ومهرجانات. يعني عيني عليكم باردة، الله يسلم. في هذه الغبطة راح يعني أنا أقول لك، في أحد يتمنى يقول يا ليتني أنا كنت في الإمارات عشان أنا أشارك في هذه الرحلة المسرحية. جميل جدا، يعطيكم العافية أستاذ عبد الله. يسلمك. اليوم جمهور الأستاذ عبد الله تركماني يسأل عن جديدة. ما يعني هو شيء جديد إلى الآن، إحنا في صدد. يعني أنا بالنسبة لي كمسرحيا أنا عندي المهرجان الموجود، مهرجان اللي هو الكلبة المسرحيات القصيرة، بعدها راح أرجع الكويت، بعدين نسافر أنا ويا صديقي مرعي الحليان. يعطي العافية. الله يعافيك. صديقي هو راح يكون مشارك في عمان، وأنا كذلك مشارك في عمان في مهرجان دن، بعدها راح نشارك في لندن، عندي أنا شغل موجود في لندن مسرحي، بعدها راح يكون عندي في الأردن. بالنسبة للتلفزيون
في قراءات إلى الآن قاعد نتلمسها، هم منها فرصة نحضر عرض مسرحي والصبح نقرأ المسلسل إن شاء الله. وإن شاء الله يعني يكون في شيء جديد إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً أستاذ عبد الله نوجه لك تحية. شكراً. ونشكرك على وجودك معنا. الله يخليك. ونتمنى لك إقامة سعيدة في بلادك الثانية أكيد. سعيدة وجداً مستمتع. في المنطقة الشرقية بالتحديد كمان. إيه الله يعني شيء يعني لا تصدق على الهدوء اللي موجود بعيد عن الضوضاء اللي موجودة في الدول اللي هو المدينية اللي هي يعني دبي ما شاء الله ضوضاء بشكل كبير يعني حركة ورايحة وردة، هني لا بالعكس هدوء، البحر قدامنا مع شوية رطوبة تمشي الأمور. يعني كانك في أجواء الكويت. الله أكبر عليك والله، مو حاس إن في تغيير أبدا بالعكس. يعطيك العافية. الله يطول عمرك. أتمنى لك هذا بيتك الثاني وبلادك الثاني. الله يخليك. بيتي ما هو بيتي الثاني، هذا بيتي ومكاني. مشكورين وما قصرتوا على حسن الضيافة، على ابتسامتكم، على روحكم الطيبة. إن شاء الله راح نلتقي بقبال اللي قدام إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. مش مرتاح لا طلعوني من العرض. إحنا شوي قطعنا عليك المشاهدة. ما حد تمونون. يعطيك العافية، هذا جمهورك اللي يطلب. يعطيك العافية. لو ما تقصر. طبعا مشاهدين احنا مستمرين معاكم، والان راح نروح معاكم الى تقرير يتكلم عن تحضيرات هذا المهرجان وراح نرجع لكم. تتواصل تحضيرات العروض المشاركة في الدورة السابعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة بالمركز الثقافي لمدينة كلباء. بالنسبة لي أنا أول مرة أخذ شخصية مقعد في مسرحية العمى والمقعد، فشخصية مغايرة جدا من كل الشخصيات اللي استغرتها، بحيث أني مقعد فجرب شغلة جديدة وفي نفس الوقت صعبة، يعني ركز على الشخصية كجسم والشخصية كهدافة شوية الموضوع صعب. كما تواصل اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اجتماعاتها لاستكمال جميع التجهيزات المتعلقة بالبرنامج الثقافي للمهرجان والذي ينظم في الفترة من 26 إلى 30 من سبتمبر الجاري، حيث ستنظم العديد من الفعاليات الموازية التي تشمل الندوات النقدية والفكرية. تجهيزاتنا كانت أول شيء عن طريق البروفات المكثفة من بعد عروض اللجنة، والحمد لله بعد ما تم إعلاننا أن احنا داخل المهرجان صارت فرحة بين الفريق وأمور، وصارت المسألة أكثر أهمية وأكثر تركيز على المخرج وعلى مساعد المخرج وعلى المعد أن كيف نحن ننشئ مسرحية ونوصل رسالتها في نص ساعة. كثفنا وقت البروفات، كثفنا الشغل، وكثفنا المسؤولية على الممثلين من ناحية التفكير بالشخصية ورموز الشخصية ومفاتيح الشخصية، لأنه ما في مخرج ما في ممثل يوقف على مسرح هو ما فاهم شو قاعد يسوي، فلازم الممثل يعرف شو قاعد يقول حسبة يعرف كيف يقول. تم انتقاء أفضل 10 عروض للمنافسة على جوائز مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة والذي يقام في الربع الأخير من كل عام. طبعا رجعنا لكم مشاهدين بعد ما شفنا هذا التقرير اللي كان يتكلم عن تحضيرات المسرح، والان راح نروح معاكم مشاهدينا الى زميلنا يعقوب راح ينقل لنا وديع عفوا راح ينقل لنا الاجواء الموجوده في المسرح. مرحبا يا وديع. مشاهدينا طبعا راح نروح معاكم الى فاصل راح نرجع نتواصل، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل وما زلنا مستمرين معاكم في هذه التغطية الخاصة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، ويسعدنا مشاهدينا أن نرحب بالأستاذة أو المخرجة دينا بدر. حياك الله ويانا. الله يخليك، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. في البداية لو ممكن أن نصف هذا المهرجان. المهرجان احنا بنشارك في المهرجان من الدورة الأولى، دلوقتي احنا وصلنا للدورة 7.
هو كان المتنفس لجميع الفنانين من كل الجنسيات ان هم يجربوا بجرأة، وبعد ما يجربوا بيبقى التقييم راجع للجنة التحكيم. بس المهم اللي بيحصل ان كل سنة في تطور، كل سنة في ورش وفي تدريبات، واصبح جو المهرجان دلوقتي زي ما يكون جو عائلي. صحيح. يعني كلنا بنستناه لحد ما يجي شهر 5 عشان نقدم المشاركات، لحد ما نعرض في شهر 9 او في شهر 10 ونستنى تاني الموسم الجديد. فالمهرجان اعتقد ان هو محبب لقلوب كل الناس اللي بيشاركوا فيه من البدايه. جميل، شفنا اليوم في افتتاح هذا المهرجان ان جميع المشاركين المخرجين والممثلين وكذلك الكتاب يعني ما شاء الله عائله واحده مثل ما ذكرتي. صحيح. شو سر هذا طبعا التلاحم بينهم؟ البدايه بتكون لما بيتجمعوا في اعمال مشتركه ما بينهم، وبعد كده بتبقى في الورش، لان الورش بتجمع الممثلين والمخرجين اللي في المنطقه الشماليه واللي موجودين داخل الشارقه، وبعد كده بيكون في مهمه صعبه جدا على المشرفين حاليا. لا، من البدايه من التدريب، يعني في دلوقتي الاستاذ يوسف البحري اللي هو بيكون مسؤول عن انه يشرف على جميع الاعمال ويدي ملاحظات وانه يتابع وانه يطور. فاعتقد مهمه المشرف هي بتكون اكتر مهمه فعاله، هي اللي بتجمع الناس مع بعض. وفي النهايه كلنا بنتقابل، بنحضر العروض اليوميه وبنحضر الختام، وفي بعضنا بيكرم وفي بعضنا لا يكرم، لكن النتيجه ما بتبقاش هي المقياس، التجربه نفسها. صحيح فعلا. الحضور كذلك يعني له دور، يعني يمكن يكون يعني حضور الشخص لهذه المسرحيه هو بحد ذاته تكريم. صحيح. جميل. كانت مشاركتكم استاذه دينا بمسرحيه الصوره. مزبوط. لو تكلمنا عن هذه المسرحيه. المسرحيه الكاتب اسمه فلاديمير مروجيك. الإعداد مختلف شوية عن النص الأصلي. النص الأصلي كان فيه منحى سياسي ومنحى إنساني، وأنا كنت عايزة أركز على الأزمة الداخلية اللي بيتعرض لها بطل المسرحية. جميل. بطل المسرحية هو شخص مميز جدا وكان ناجح جدا في عمله، لحد ما ارتكب خطأ كبير في أنه قتل أعز أصدقائه عن دون قصد، فحياته توقفت بعد ذلك. بعد كده كل الناس انفصلوا عنه ودخل في حالة اكتئاب. الماضي بتاعه بيطلعوا له على هيئة أشباح، ومن هنا بتبدأ المسرحية. جميل. بيوصل قبل نهاية المسرحية إنه بيصبح عالق في منطقة رمادية، ولا هو قادر يسامح نفسه من الذنب اللي ارتكبه ولا عارف يكمل حياته. والأشباح بتطالبه إن هو يعترف، وبقى مش عارف لو اعترف هم هيمشوا، ولو هم مشوا هيبقى لوحده. فالمسرحية إنسانية جدا، بتعالج قضية داخلية وبتعتمد بشكل أساسي على التمثيل. جميل. اليوم نشوف هناك بين المخرج والكاتب والممثل في تواصل كبير، مثل ما قلت ان هذه المسرحيه يعني مختلفه نوعا ما. كيف يمكن للمخرج ان يوصل هذه الفكره للممثل نفسه قبل ما يكون الممثل يوصلها للجمهور؟ هي بتحصل على اكثر من مرحله. في يعني انا معايا احد الممثلين الاستاذ هاني الطنباري، هو مشارك معايا من مرحله الاعداد. في مرحله الاعداد بنشوف النص، الكاتب بيكون بيتكلم عن 7 قضايا، بس احنا ما ينفعش في نص ساعه نقدم 7 قضايا. صحيح. فبنختار القضيه اللي احنا عايزين نتكلم عنها، وكل ممثل بيبتدي يشوف ايه اللي في المسرحيه او في الكلام بيثبت تاريخ الشخصيه والحاضر واللي هي المفروض هتوصله. فالعمليه بتبقى تنسيق ما بين الممثل والمخرج والنص الاصلي. بدون هذا التواصل بيبقى في خلل، او ان انت بتكون جهزت النص وبعدين بتجيب الممثل يقرا الاعداد فقط وهو مش عارف تاريخ الشخصيه اللي موجود في النص الاصلي. جميل. فبعد ما بنوصل للمرحله الاخيره دي بنبتدي نتكلم في الواقع بقى، القصه اللي معانا دلوقتي وازاي نوصل الماضي من غير اما نقول الحوار. صحيح. بسبب زي ما قلت لحضرتك ان هي نص ساعه ولازم نشيل اشياء كثيره جدا في الاعداد، تكون يعني نص ساعه نقدر مثل ما نقولها مختصره مكثفه جدا توصل الفكره. صحيح. جميل. كذلك يعني المسرحيات اللي مثل هذه اكيد تحتاج لوقت كبير للتجهيز. صحيح. وكذلك الكواليس. نتكلم عن كواليس هذه المسرحيه، كيف كان الاعداد لها، كيف كان يعني التواصل ما بين الممثلين نفسهم في هذه المسرحيه؟ الاعداد اخذ وقت طويل جدا. هو كانت اصعب حاجه في المشاركه في المهرجان السنه دي هو اختيار النص. فعمليه اختيار النص نفسه مسرحيه الصوره اخذ مني 4 شهور. بعد كده اخذ 2.5 شهر علشان اوصل للاعداد النهائي. علشان نوصل للاعداد النهائي عملت 7 اعدادات في الطريق. لكن هنا بيحصل التعاون المشترك. كل ما بتوصل لاعداد معين الممثلين بيقروه، وبعدين بنكتشف الخلل اللي فيه لحد ما وصلنا للصورة الأخيرة أو الإعداد الأخير اللي بدأنا نشتغل فيه.
هو ده اللي هيتقدم ان شاء الله في عرض بكره. جميل. استاذه دينا، مثل ما ذكرتي في بدايه الحديث ان مهرجان كلباء للمسرحيات القصيره يعني له دور مهم على المخرج وكذلك على الكاتب والممثل. صحيح. شو اللي يضيف لك مثل هذه المهرجانات؟ شو اللي بيضيف لي؟ ايوه كمخرجه. يمكن في بعض الاشخاص يعني تكون عندهم ردود افعال سواء كانت ايجابيه او حتى انتقادات، بس انتقادات تكون هادفه. شو اللي يضيفها للمخرج؟ بالنسبة لي أنا في شخصي أنا بتطور، يعني المشاركة الأولى لي تمثيل كان في الدورة الثانية، لكن دي المشاركة الثانية لي إخراج. ففي التجربة الأولى كان في تحديات كتيرة قدامي، لأن أنا اشتغلت مخرج منفذ ومساعد مخرج أكتر من مرة، لكن كانت أول مرة في حياتي أكون مسؤولة عن نص وتدريب ممثلين وديكور وسينوغرافيا ودراما حركية وموسيقى وشكل نهائي وإضاءة وتنفيذ. فده كان تحدي صعب جدا، كان في بعض الاخفاقات. السنه دي تعلمت الدرس، تعلمت صحيح. ان الموضوع ما ينفعش يبقى فردي من المخرج، لازم يكون في عمل جماعي، لازم يكون في توزيع مهام. اعتقد ده اكتر مكسب. والكاست اللي شغال معايا حاليا من خلال العمل، يعني هذه الدروس تكون من خلال العمل، من خلال العمل، من خلال الممارسه. يعني اثناء التدريب واثناء الشغل بتكتشف ان انت لازم توزع مهام. جميل. اثناء العمل، اثناء التدريب يكون توزيع المهام. جميل. يمكن في بعض الاحيان يعني حتى الخروج على المسرح يمكن يربك الممثل، فكيف يكون التصرف مع الممثل في هذه الحاله؟ كونكم انتم كمخرجين يعني ما شاء الله لكم باع كبير في الاخراج، في هذه الفتره قاعدين نشوف ما شاء الله في ممثلين يعني وجوه جديده على الساحه. صحيح. فكيف يمكن يتغلبون على هذه الربكه؟ كيف يكون دوركم انتم كمخرجين؟ التوتر قبل العرض. ايوه. أو أثناء العرض كذلك؟ أثناء العرض ما بنقدرش نعمل عليه كنترول، بس هو دايماً ده طبيعي حتى عند الممثلين المحترفين، إن أول 5 دقايق في العرض بيبقى فيهم توتر. إزاي المخرج ممكن يعالج الموضوع ده؟ من خلال إن أول 5 دقايق يبقوا مرحلة معينة مهيئة لما سيحدث بعد. يعني المسرحيه ما بتبداش من الكرايسيس اللي هي من ذروه المسرحيه. صحيح. هي بتبدا تمهيديه، التمهيد ده كمان بيكون للممثل اللي موجود على المسرح، هو اللي يبدا في هذا التمهيد. يعني هي تقول بتكون بوابه، هي بتكون بوابه بعد الكام دقيقه الاولانيين، هو خلاص دخل في المود، والوقفه على المسرح ليها رهبه. بس انت مع الوقت ما بتشوفش الجمهور. صحيح. انت مع الوقت بتبقى مركز بس في شغلك وفي كلامك وفي الدور اللي انت بتعمله، فما بيبقاش في ربكه بعد. جميل. بنتكلم كذلك عن الجمهور. اليوم شفنا ما شاء الله كان هناك جمهور كبير. فعلا جمهور كبير، وفي تفاعل كذلك من الجمهور. صحيح. مثل ما لاحظنا في التقارير ان حتى يعني الجمهور كانوا يصورون هذه المسرحيات. صحيح. فكيف يمكن ان توصلون لذائقه الجمهور؟ نوصل لي ذائقه الجمهور، ان يعني يمكن هذا الشخص يعني يحب هذه المسرحيات. في اشخاص يعني يمكن يحب نوع اخر من المسرحيات. صحيح. فكيف لكم ان انتم توصلون لهذا الجمهور؟ الخدع اعتقد في ان العرض يكون مفهوم. جميل. وفي نفس الوقت مثير. لو قدرت تجذب الجمهور في البدايه او في الانترو بتاع المسرحيه بيبقى اسمه الاوفرتير، لو جذبت الجمهور في الاوفرتير هيبقوا معاك لحد النهايه، لكن لو لم توفق في هذه البدايه الجمهور ممكن ما يكملش العرض. فدي بتبقى البدايه. تاني نقطه انك لازم تناقش قضيه تخصه، يا اما انسانيا يا اما سياسيا يا اما اجتماعيا. لو القضية هو مش حاسس بيها هو مش هيتجاوب معاك. جميل. بعد كده المناهج بقى بتاعت الإخراج أو المسرحيات دي بتبقى على حسب الأذواق، مش كل الناس بتتفق عليها. جميل جدا. أستاذة دينا، ناخذ منك آخر نصيحة للمشاهدين وكذلك للمهتمين بالمسرح. للي عايزين يشاركوا في المهرجان. هنا. والله إحنا عندنا ميزة كبيرة جدا، المهرجان مفتوح المشاركة فيه لكل الناس. النصيحة الوحيدة اللي ممكن أقولها إن بيبقى في بعض العروض في البداية لم توفق في إن يتم اختيارها. صحيح. إن هم ينظروا لهذا الأمر على إن هو خطوة أولى، لأن في مرحلة الإعداد لحد عرض المشاهدة اللي هو بيتم فيه اختيار المشاركين والغير مشاركين هم بيتعلموا كتير جدا. فإن هم يقدموا تاني الدورة اللي جاية وإن هم يشاركوا في الورش دي خطوة تانية هتخليهم أقوى، فما يستعجلوش على النتيجة النهائية، هي مراحل. جميل. طبعا في الاخير استاذه دينا يعطيكم العافيه. شكرا. ونتمنى لكم التوفيق في عرض مسرحيتكم، وكذلك نبارك لكم هذا الافتتاح الجميل وهذا طبعا الجمهور الغفير. شكرا لك. يعطيك العافيه. الله يخليك. طبعا مشاهدينا احنا مستمرين معاكم في هذه التغطيه، راح نروح معاكم الى زميلنا وديع، راح نشوف كذلك الاجواء الموجوده داخل المسرح.
إذا مشاهدين نعتذر على الخلل اللي صار، طبعا نواجد في داخل المسرح للمركز الثقافي لمدينة كلبا، طبعا ومن هنا بيكون معنا الدكتور علي الزعابي نائب الإداري بجامعة الشارقة بخورفكان. يا حياك الله معنا دكتوري. حياكم الله ومساكم جميل بحضوركم الأجمل إن شاء الله. دكتوري، ما رأيك بمهرجان كلباء المسرحيات القصيرة الذي يقام في الربع الأخير من كل عام؟ طبعا في البداية التظاهرة جميلة، تظاهرة راقية وتواجد حقيقة جمهوري وبشري أجمل وكبير. اليوم في تلاقي كثير من وجود الفنانين المخضرمين نسميهم صح التعبير، ووجود الطاقات والمواهب سواء كانت على نطاق الساحل الشرقي وخاصة في مدينة كلبا من حيث انطلاق المهرجان أو الفكرة أو حيز مدينة الشارقة أو إمارة الشارقة ومناطق الدولة كلها، فهذا يعطي بعد أن المهرجان قاعد يمشي خطوات صحيحة ومدروسة. وطبعا الانطلاقة أكيد بكل ثقة من رؤى ودعم صاحب السمو حفظ الله ورعاه، الذي دائما ما يقول أن كل شيء زائل ولكن يبقى المسرح في عبارته المشهورة. فحقيقة هذا التواجد يعطينا أن الحمد لله قاعد يسير المهرجان إلى الأفضل، وحقيقة العروض التي قدمت نالت الاستحسان، وأكيد في عروض أخرى موجودة على جدولة هذا المهرجان. اليوم تكريم الأخ فيصل الدرمكي كشخصية هذا العام أيضا وفكرته في تبني بعض الطاقات خاصة من الناحية ركز على الجوانب التربوية والمدرسية، تبني جميل للطاقات ووعود أكبر. ونحن حقيقة حتى في الجامعة يعني في أقسام كثيرة من ضمنها قسم الأنشطة تبنى كثير من الطاقات، وخلال المهرجانات الوطنية والأنشطة تم عرض لمجموعة من البرامج والمسرحيات التي نالت الاستحسان. وبالعكس هذه يعد انطلاقة جميلة واستمرارية إن شاء الله أجمل، ودائما بدعم صاحب السمو ووقوفه مع هذا الفكر الجميل سنكون إن شاء الله في تطور وتقدم وإن شاء الله إلى الأحسن من خلال أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. طبعا أستاذي نحن نفس ما نعرف أن مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة وصل لدورته السابعة طبعا، والطاقات اللي متواجدة أكثرها طاقات شبابية، ماذا يضيف للطاقات الشبابية هذا المهرجان؟ طبعا الشباب لما يروا فيها الخبرات السابقة وهذا الاهتمام يعطيهم بعد أكبر في أنهم يشحوا الهمم وفي أنهم يكونون دافعية قوية نحو تبني فكر، سواء كان الفكر الوطني، الفكر الثقافي، الفكر الواقعي، ما تنم عنهم من جوانب المسرح المختلفة. فهؤلاء طبعا يصير نوع أنهم من التجديد في العطاء، في التواصل، في تغيير بعض الأفكار التي كانت سابقة إلى الأفضل. المسرح يعطي مدرسة حياتية جميلة ويعتبر حياة أيضا في نفس الوقت مدرسية، فيتمثل فيها نوع من تقديم القيم في هذا الجانب. أستاذي نلاحظ أن المسرحيات اللي تقام أكثرها باللغة العربية الفصحى، أستاذي عندك فكرة لماذا تقام أكثرها باللغة العربية الفصحى؟ حقيقة تركيز جميل، لأن نحن نريد الجيل يركز على هذه اللغة التي طبعا هي لغة القرآن الكريم، لغة التخاطب التي نسعى دائما سواء كان في مناهجنا التعليمية، مناهجنا الحياتية، أن تكون ذا بعد أصيل في تبني مفردات اللغة العربية الفصحى. إذا تعود الجيل وانطلق من المسرح وانطلق من المدرسة سيكون عندنا نواة جميلة تتكون، وكشجرة نسعى جميعا في حصد ثمارها غدا. أما إذا كانت تداخلت فيها، نحن لا نحيد اللهجات أو سواء كانت العامية أو اللغات الأخرى، ولكن اللغة العربية يجب أن تدعم، ودعمها كبير من صاحب السمو حفظ الله ورعاه في هذا الجانب. فهذا يعطينا بعد أكبر أن نحن أيضا نسعى للاهتمام بهذه الطاقات وتأكيد هذه اللغة العربية التي دائما نفتخر. حقيقة لما كان العرض الأخير الذي نفذ هذا اليوم في كلامهم باللغة العربية الفصحى يعطيك أريحية أكثر، تواصل في جرس موسيقي وحسي رائع. أستاذي نفس ما نلاحظ بعد أن المهرجان يتواجد فيه حشد كبير من الجمهور، برأيك المهرجان تم انتقاله من المدن الأخرى إلى مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة، يعني مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة هل برز دوره بالنسبة للمسرح بدولة الإمارات العربية المتحدة؟
حقيقة في طاقات، وكان من باب الحوار اللي حقيقة التقينا في بعض الفنانين المتواجدين سواء الإماراتيين خاصة، إنهم هم دائما يقولون في نقلة كبيرة ونوعية تتبين فيها أن هذا المهرجان يمشي على خطى وسير وخارطة الطريق صحيحة كما رسمت له، ودائما احنا نتلمس هذا حتى من العطاء من تواجد الجمهور. هذه حقيقة يعني قيم اجتماعية وثقافية ومسرحية راقية، ان شاء الله نتمنى لها الاستمرارية والعطاء المستمر، وتغطيتكم انتم اليوم تغطية جميلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وللقائمين على المهرجان كل الشكر والتقدير، والشكر طبعا اولا واخيرا بعد الله عز وجل لصاحب السمو على دعمه والأخوة الأفاضل في دائرة الثقافة والإعلام، وشكرا جزيلا. إذا كل الشكر لك يا دكتوري على هذه الكلمة، ونتمنى لك التوفيق. الله يطول أعماركم، موفقين إن شاء الله إلى دائما من التميز، وهي كلبة دائما متميزة إن شاء الله بكم وبأبنائكم. إن شاء الله إن شاء الله. إذا مشاهدينا نرجع للاستديو مع الزميل محمد، لك الكلمة زميل محمد. شكرا لك يا وديع، يعطيك العافية أنت وكذلك ضيوفك المتواجدين معاك، نتمنى لك طبعا كذلك أن تكون جولتك هذه مميزة. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم وكذلك مع ضيوفنا المميزين، ولكن راح نطلع معاكم إلى فاصل قصير ونرجع نتواصل، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وما زلنا مستمرين معاكم في هذه التغطية، ويسعدني مشاهدينا أن أرحب بضيفي في الاستديو الأستاذ عبد الرحمن الملا، حياك الله وياك. يا مرحبا بكم، يعطيكم العافية قناة الشرقية على تواجدكم لتغطية هذا المهرجان الجميل. يعطيكم العافية، وإحنا كذلك نحب نبارك لكم على نجاح هذا المهرجان. طبعا هذا احنا دائما نعتبره العرس المسرحي الجميل. صحيح. اللي هو احنا نقول هي انطلاقة جيل بانتظاره ويكون قادم انه يحمل الرايه ما بعد الجيل الحالي اللي قاعد يشتغل الحين، ونشكر دائرة الثقافة والإعلام بالشارجة على الجهد الكبير والجبار اللي قايمين فيه. طبعا نتائج هذه الدورات اللي الحين الدورة السابعة احنا شفناها اليوم في عرض الطاعون للمخرج سعيد الهرش، كانوا هم سواء سعيد الهرش او محمد جمعة او باقي الشباب اللي كانوا موجودين. صحيح. في عرض اليوم هم كانوا من اساس الدورة الاولى، من خلال الدورة الاولى والدورة الثانية والثالثة فابتدى نجمهم يسطع مع الايام، فاليوم احنا يعني شفنا نتائج فعلا هذه الورشة او هذه الدورة وهذا المهرجان، عرض جميل متميز بجميع عناصره المسرحية. جميل. لو تكلمنا عن مثل هذه المهرجانات شو تعني للمخرجين او كذلك الممثلين؟ اول شيء اكتساب الخبرة طبعا ما في شك، وفي نفس الوقت اليمعة الجميلة هذه ما بين الفنانين، لأن إحنا ما نلتقي باقي أخواننا الفنانين إلا من خلال هذه المهرجانات اللي هي مستمرة، وأحيانا ما تطلع أعمال إلا من خلال هذه التجمعات سواء من مخرج من مؤلف من ممثل وإلى آخره، لما تصير هذه اللقاءات معناته في أعمال موعودة قادمة إن شاء الله. ولاحظناها في بداية الافتتاح ما شاء الله كان يعني الممثلين والمخرجين كذلك يعني الأخوة ما بينهم كانت جدا جميلة. الحمد لله، طبعا هذا الشيء دائما عندنا في دولة الإمارات، المحبة بين الجميع والسواسية بين الجميع، تلاقي دائما الفنان دائما يعني حريص، الفنان الإماراتي بالذات دائما حريص أن أي مهرجان يكون موجود في الدولة تشوفه حاضر بنفسه وداعم لهذا المهرجان، سواء الأستاذ أحمد الجسمي، طبعا اليوم احنا نشوف الدكتور حبيب غلوم. صحيح. وأيضا نشوف أخونا الأستاذ محمد العامري، فهم هذيل الأساس، يعني تقدر تقول الأساس في 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 تأسيس الفن أو في المسرح في دولة الإمارات، تلاقيهم دائما متواصلين جميع المهرجانات على مستوى الدولة سواء كانت بشكل خاص في إمارة الشارجة أو بشكل عام في دولة الإمارات. وكذلك يعني تعودنا منهم أيضا نصائحهم للجمهور وكذلك للممثلين، يعني يعطونهم باستمرار، يغذونهم بالمعلومات اللي طبعا تخص المسرح. هذا طبعا ما في شك في تكمل السؤال. لا فنشكرهم على هذا الشيء كذلك. لا طبعا مو بغريب عليهم سواء الاستاذ احمد الجسمي ولا محمد العامري ولا دكتور حبيب، وايضا اذا نسيت احد من الفنانين اذا كانوا موجودين ما شاء الله نخبه كبيره يعني، ولكن دائما الفنان احمد الجسمي توجيهاته لنا حتى لنا احنا كشباب في فتره معينه. صحيح. كانوا دائما يتواجدوا في جميع الاعمال اللي نقدمها، محمد العامري كان يحضر لنا بروفات، يشد من أزرنا، يحاول يوقف معانا، يقول أنا مستعد أوقف معاكم من A to Z في النهاية يعني.
ودكتور حبيب غلوم والباقين، يعني سبحان الله نركز على الثلاثة لأن الباقين أخاف أذكر أسامي فالباقين يزعلون، واحد يأخذ عقاطرة أو شيء من هذا. ولكن مجملا هو عرس مسرحي جميل، وإحنا الصراحة سعيدين جدا جدا بهذا التواجد. جميل. اليوم قاعدين نشهد تطور في المسرح، يعني ما شاء الله نلاقي الجمهور جمهور غفير في هذه المسرحيات، جمهور كبير جمهورية، وكذلك الجمهور الكبار قبل الصغار والصغار قبل الكبار نلاقيهم موجودين في هذه المسرحيات. لو تكلمنا عن هذه يعني النقلة اللي نشوفها في المسرح. هي مجملا جمهور المنطقة الشرقية متذوق للمسرح، وبشكل خاص مدينة كلباء دائما تلاقي، حتى لو في كان في 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 موسم المسرحي تلاقي في حضور جماهيري. لما العروض تلف في اكثر من اماره، لما يجي الدور على اماره الشارجه في مدينه كلبة تلاقي حضور جماهيري، لان الجمهور عندنا متذوق ودائما يرحب بالاعمال، وجمهور ذكي جدا وصعب يقنع اي شيء يعني. اكيد. طبعا مثل ما نشوف استاذ عبد الرحمن حاليا عرض المسرحيه الثانيه، فما شاء الله مسرحيه في العربه، فشيء جميل كذلك ان نشوف. والله الاجمل في هذا المهرجان قاعدين نشوف طاقات شبابيه جميله واعمار صغيره. صحيح. وهذا شيء يسعدنا احنا، وفي الانتظار ان شاء الله نشوفهم باكر نجوم ويقدمون شيء ممتاز يستحقون فيه كل الاحترام والتقدير. فعلا يعني وجوه جديده قاعدين نشوفها في هذا شيء اكيد. وطبعا تشكر دائره الثقافه والاعلام على هذا الجهد الكبير وتركيزهم من خلال هذا المهرجان على فئه الشباب، وهذا شيء طيب، معناته انه قاعد يصير عندك قاعده مثل كره القدم لما يكون في ناشئين وفي الشباب والاولمبي والفريق الاول. فالحين عندك في المسرح انت نفس الموضوع، عندك مهرجان مثلا القصيره تعتبره مثل للشباب او الناشئين، وعندك مهرجان الشباب في دبي يعتبر للشباب، وعندك مهرجان ايام الشارقه المسرحيه اللي هو للجمهور النخبه وللكبار تقدر تقول يعني. والجميل والاجمل من هذا انا دائما في ممثلين طلعوا من مهرجان كلباء المسرحيات القصيره وقاعدين نشوفهم اليوم يشاركون في مهرجان ايام الشارقه المسرحيه ويقدمون اعمال جدا جميله، وتشوفهم ممثلين جاهزين وعندهم يعني عندهم صارت القدرة على انهم يقدمون يعني يلعب على المستوى ويلعب على المستوى الثاني. جميل. طبعا استاذ عبد الرحمن الملا يعطيك العافيه ونشكرك على حضورك معنا، وسامحنا قطعنا عليك المشاهده في العرض. لا بالعكس، انا كنت سعيد بهذه القعده هذه معاكم، ويعطيكم العافيه جميعا. شكرا لك استاذ عبد الرحمن، يعطيك العافيه ما قصرت. الله يحفظك. طبعا مشاهدينا راح نروح معاكم الى زميلنا وديع، راح ينقل لنا كذلك ايضا يعني هذه الأجواء الموجودة في المسرح، وكذلك مع ضيفة الفنان جمعة علي. إذن رجعنا لكم مشاهدينا وأرحب فيكم من جديد. طبعا معنا فنان متميز وفنان قدير، الفنان جمعة علي، مخرج وممثل مسرحي. حياك الله معنا ممثلنا، ممثل جمعة علي. أهلا فيكم، شكرا جزيلا على هذه التغطية الجميلة. ممثلنا طبعا نفس ما نلاحظ ان مهرجان كلباء المسرحيات القصيره احرز تقدم جميل في الاواني الاخيره، ما رايك في هذا المهرجان؟ طبعا اول شيء انا اشكر دائره الثقافه والاعلام واداره المسرح على تبنيهم هذا المهرجان، هو هاي الان الدوره السابعه، وانا كنت موجود معاهم من الدوره الاولى واتابع باستمرار هذه العروض. بالفعل اكتشفنا ان هذه الدوره ابرزت لنا مواهب شابه بالتمثيل والاخراج والسينوغرافيا، فكل سنة عن سنة نشوفهم قاعد يتطورون أكثر وأكثر، وفي منهم صاروا فنانين يشاركون في أيام الشارقة المسرحية. يمكن هذا المهرجان للشباب، اللي هو المهرجان اللي يدعم الطاقات الشبابية، ويعني بالفعل اليوم قاعدين نشوف مواهب ما كنا في يوم من الأيام نتخيل أن هذه الشباب اللي كانوا في المسرح المدرسي وصلوا لهذه المرحلة، يعني المرحلة اللي هي أيام الشارقة وأيام جميع المهرجانات بشكل عام، لكن بدأوا من المدرسي وأيضا بالمهرجان في كلباء القصير يعني. فالحين بالفعل قاعدين نحس أن هذه الجهود ما راحت يعني هباء، يعني بالفعل اكتشفنا أن في ثروة وطنية فنية موجودة وثقافية، وهذه المهرجانات يعني تبرز لنا طاقات جديدة ووجوه جديدة بالتمثيل والإخراج والسينوغرافيا، وإن شاء الله نشوف يعني نتأمل أيضا الدورات القادمة أيضا نشوف أيضا وجوه جديدة. والحين ما شاء الله في منهم صاروا ممثلين مشهورين، بدأوا من هذا المهرجان صار لهم 7 سنوات كبروا اللي شاركوا في أول مهرجان، الحين يشوفهم بالتلفزيون في أيام الشارقة ومسرحيات يعني أيضا في مهرجانات عربية يعني.
استاذ الممثل الجمعة علي، طبعا نفس ما لاحظ ان هذا المهرجان بدا يبرز ونفس ما تقول يستغل طاقات شبابية جيدة، اذا ممكن ان هذا المهرجان يتحدى مهرجانات اخرى في مختلف دول العالم او بالعالم العربي بشكل اخص؟ هو طبعا بالعكس، يعني كل مهرجان له توجهه، هذا المهرجان توجهه للشباب انه يخلقون من نصوص عالمية تكون قصيرة جدا، يعني تكون حدها 20 دقيقة 30 دقيقة وهذه الأصعب، فإحنا ما نقول يعني هذا تشارك يعني أو أن تنافس المهرجانات الخارجية العالمية العربية، هذا المهرجان مستقل بأفكاره بطقوسه بشبابه يعني، فأيضا له توجه خاص، يعني كل مهرجان له توجه خاص وهذا المهرجان له توجه أيضا خاص هو إبراز الطاقات الشبابية. يعطيك ألف عافية الفنان جمعة علي المخرج والممثل المسرحي على هذه الاستضافة الجميلة ونتمنى لك التوفيق. شكراً وموافقين يا رب، شكراً جزيلاً. إذن مشاهدينا ننتقل للاستديو، طبعاً حالياً انتهت جولتنا في المسرح، نلتقي غداً بإذن الله ومشاهدة ممتعة، ونتمنى أن الكل يتواجد معنا غداً في مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة. لك الكلمة زميل محمد. يعطيك العافية يا وديع، وكذلك أنت وضيوفك المميزين اليوم وما قصرت معنا. طبعا مشاهدينا احنا ما زلنا مستمرين معكم في هذه التغطية، طبعا على مدار 5 أيام راح تكون قناة الشرقية من كلباء متواصلة معاكم في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة من اليوم لغاية يوم الأحد. نتمنى لكم مشاهدينا مشاهدة ممتعة، وكذلك راح يكون الآن عرض مسرحية في العربة للمخرج يوسف المغني، نتمنى لهم التوفيق، وكذلك نتمنى لكم أنتم مشاهدة طيبة، ونشوفكم إن شاء الله مشاهدين باكر في حلقة جديدة وضيوف مميزين كذلك والحديث أكثر عن هذا المهرجان، وشكرا لكم مشاهدينا. أمي ما بكي تبكين، لا تبكين يا أمي. أمي أجل، إذا سيكون دار الأيتام في مصحة النفسيين مقرا لكم.